بالظبط. خالد، خالد اليوم سفيان تطرق لجزئيه الريمونتادا بالنسبه لتصريح كريستيانو رونالدو، كيف كان له تاثير عليكم كلاعبين؟ والله العظيم، والله العظيم، شوف عشان اكون صريح معاك، شددنا على عدم ان نتكلم في التواصل الاجتماعي وفي المؤتمرات الصحفيه، تركيزنا كله في الملعب. اللي يتكلم قبل المباراه خليه يتكلم برايه، فنحن سوينا اللي علينا في ارضيه الملعب، و اكدوا الشباب انهم افعال. شوف انا قلت قبل، الرجال تحضر في هذه المباريات، هذا راجل من الرجال اللي حضروا اليوم، هذا هذا في سابقه تاريخيه. شوف هذا، هذا لازم يعني تحفه تاريخيه له، لانه يستاهل كل خير. ابو حمد، وانت تستاهل، هو يستاهل اكثر منا لانه قدم كثير الكره الاماراتيه، ويستاهل اكثر. والله يعطيه العافيه. وما زال، شكرا سفيان. خالد، سابقه تاريخيه، جبل حفيد ينتقل من العين الى الرياض ليكتب الانتصار للعين اليوم. الف مبروك ابو حمد، يوم بعد يوم تثبت بانك حارس مختلف عن بقيه الحراس، لذلك انت الافضل منذ سنوات في كره الامارات. اول شيء اللهم لك الحمد على هذه الثقه اللي اعطيتوني اياها. الف مبروك لشعب الامارات، الف مبروك لجمهور العين اللي في الامارات واللي حضر اليوم على هذا الانتصار. هارد لك لاخواني النصراويه، هارد لك لفريق النصر، وحظ اوفر لهم في القادم من الايام. وما انسى اني ابارك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبه يوم ميلاده اليوم، هذه المباراه تعتبر اهداء له. الله يطول في عمره، وان شاء الله نسال الله ان دوله الامارات تكون في امن وامان وتقدم وازدهار. تفضل كمل. خلاص بس خلاص. اخر ثمان ركلات ترجيح، خالد يتصدى منهم خمسه، رونالدو هو الوحيد اللي سجل على خالد. والله كنت قريب انك تشيلها خالد. والله كنت قريب اني اشيلها، لكن الحمد لله ان طلعنا بالزبده على ما يقولون، طلعنا بمكاسب كثيره. اليوم الفريق راح نصف النهائي، الفريق في نهائي كاس اديب، الفريق متجه في الطريق الصحيح. ارجع واكرر واقولها للمره المليون، نفرح اليوم، نفرح باكر، ماكسيموم عقب باكر عندنا شغل، عندنا مباراه مهمه جدا ضد عمان. اسال الله ان شاء الله، والجمهور العين ما يحتاج دعوه، لكن اتمنى من اليوم ورايح ان ما اريد اشوف كرسي فاضي سواء في ملعبنا ولا خارج ملعبنا. خالد، انا ابغى ارجع للحظات الصعبه اللي عشناها بعد تلقينا الهدف الثاني، هدفين تلقيناهم، عشنا ظروف صعبه، كيف كان لمدرج العين اليوم، للجماهير اللي زحفت وتواجدت اليوم من خلال هذه المواجهه، في التاثير الايجابي عليكم كلاعبين؟ والله شوف، على الزخم الجماهيري، وبصراحه جمهور النصر اليوم قاعد يشجع 90 دقيقه، لكن ما حسينا ان نحن في ملعب الخصم، حسينا نحن ان في بلادنا. جمهور العين بكل امانه اليوم اذا ما خاب ظني 1000 او 1500 مشجع، بكل امانه ما قصر، شجع طوال 90 دقيقه، الله يعطيهم الصحه والعافيه. بكل امانه بعد حتى بعد ما سجلوا التعادل، حاولنا قد ما نقدر ان في ارضيه الملعب ان نوقف على ريولنا، لان بصراحه تقدر تقول لبعض الدقائق ان الفريق اختل توازنه، راحت الثقه منهم، لكن امنا بالفرصه. اللهم لك الحمد، وعلى ما تشوف الحمد لله. تبغي تقابل الهلال ولا الاتحاد؟ يا مرحبا بهم، الله يعطيهم الصحه والعافيه، واسال الله التوفيق لهم باكر. وان شاء الله باذن الله نحن وصلنا الى النهايه، اول بطاقه اخذناها، الله يقدم اللي فيه الخير. ننتظر منكم الكثير خالد في القادم. من الواحد الاحد. الف الف مبروك يا خالد، بطل يا خالد. اذا كان هذا حديث خالد عيسى اللي اخذ النجوميه بعد لحظات صعبه عشناها في المباراه بتلقينا للاهداف، بتلقي فريق العين للاهداف، ومن قبله تحدث سفيان رحيمي وخنقت العبره ودموعه نزلت، لحظات تاريخيه بكل تاكيد من خلال سيناريو المباراه. زميلي اسامه الاميري، تعود لك الكلمه على ما التواصل باذن الله من المنطقه المختلفه.